بعد ما رسم الرسمة وخد الـ100,000 دولار في ايديه، قال لهم السر اللي خلاه يرسم الرسمة العبقرية دي. قال لهم ايه بقى؟ العبقرية في السهولة المدارية. الناس احتارت، ايه العبقرية في السهولة المدارية؟ قال لهم الحاجة السهلة دايما بس لما تعملها بدماغ غير اللي توصل لك للنتيجة دي. فرجوا يا جماعة الرسمة دي، الراجل ده رسم رسمة 3 دي ما تترسمش، يعني انت اصلا تشوفها تتبهر تقول لا دي مش مرسومة، دي مطبوعة. خد بسببها كام؟ 100,000 دولار. ايه رأيكم يا جماعة، عايزين نكلمه؟ واللي عايز ينزل الرسمة عنده يجرب يرسمها، لو حد عارف يرسمها يحط لنا في الكومنتات، يعني جربوا ارسموها، اللي يعرف يجيبها بالظبط يحط لنا في الكومنتات، او حتى يجيبها قريبة، مش يعني مش شرط بالظبط. طبعا هو بيرسم من غير مسطرة وده اللي يجننك، يعني هو يقول لك ايه العبقرية في السهولة المستخبية، مش عارف جابها منين المثل ده. لا بس رايق رايق، في دبانة هنا تاخد ماشي، يلا رايق برضه. واخدين بالكم؟ يعني من غير مسطرة، يعني كده. بعد ما رسم الرسمة